صوبيا يعني جوه الدايت. طب ازاي دي تيجي؟ صوبيا صحية جدا وتنفع لمرضى السكر وتنفع لأي حد عايز يغير من حياته. شايفين الجمال؟ ايه جميل، ايه الحلاوة دي؟ يلا بينا يلا بينا. تعالوا بقى اقول لكم الطريقة عاملة ازاي، علشان هنعملها وتبقى حلوة، وكمان بقى يا سلام لو حطينا معاها بقى تلج كده مجروش او الله او سقعانيها بقى. احنا جايين نفطركم جايين نفطركم جايين نفطركم. الجو حر النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيبين. طيب دلوقتي اول حاجة هنعملها ان احنا هنحاول نجيب جوز هند مبشور على قد ما نقدر، يبقى ناعم. تمام، شايفين الكوباية دي نفس الحجم ده، كأننا بنعمل شاي كشري بالظبط. هنجيب كوباية هنملاها جوز هند مبشور يكون ناعم، وهروح جايبة مية سخنة مغلية احطها عليه. خلاص، بعد ما تبرد ندخلها ايه التلاجة، نغطيها كده بورق فويل ونحطها في التلاجة لمدة 24 ساعة يوم بليلة. على فكرة كل ما نفتح التلاجة ممكن لو لقينا مية ناقصة. ايه ده، هتعملي عملية ولا ايه؟ عملية جراحية. عملية جراحية. طيب ماشي. في ساسبنس كده، ايه شغل الساسبنس ده؟ تمام تمام. بس بعد كده هو اديني جبت الخلاط وهنزل. هنقول لكم سر الجوانتي كمان دقيقة. ما هو الجوانتي لازم في الوصفة دي بصراحة، يعني لابد منه يعني. المهم ايه، ميه مغليه على جوز هند لمده بتسيبيها تبرد، بعد كده بتدخليها الثلاجه 24 ساعه، وبعد كده تطلع. على فكره كل ما بتحطها في الخلاط زي يعني كده، كل ما بتبات اكتر على فكره بتبقى احلى، لان جوز الهند بينزل الطعم بتاعه في الميه. خلاص، بعد كده بنجيب ايه بقى، بنجيب سكر دايت او كريمه اللي احنا على طول الحمد لله ربنا ما قطع لنا عاده، احنا على طول اتخانق عليها. عايزه اقول لكم قبل الفيديو ده هحكي لكم في الاخر ايه اللي حصل. معلقتين كريمه، معلقتين كريمه كبار زي ما انتم شايفين، وهجيب ميه. شايفين الكوبايه الصغننه دي؟ 3 كوبايات ميه، لان انا بعد ما ضربت كوبايتين في الاول. ايوه معانا موجوده، بعد ما ضربت زودت تاني. زودت تاني، ده سكر دايت شيت اند سليم. عايزه اقول لكم تحفه، اللي هو السايب ده في استخدام الكيك واستخدام الحلويات. حط على حسب الرغبه. انا ايه، حطيت معلقه صغيره، حطيت معلقه فانيليا. خلاص، واضرب في الخلاط لمده 6 دقايق. بصي انت هتضربي لحد لما تلاقي السمك بتاعه بقى يعني بقى كريمي خالص، تحسي ان هو يعني اتهرس خالص تماما. تمام، ودي بتختلف بقى على حسب كل. المهم احنا بنتخانق دايما على الكريمه والجبنه والموتزاريلا عشان الحاجات دي بتثبت الوزن. الناس الفانز بتوعي ما ينفعش، ايه، خلي بالك، احذر منهم. بصوا احذر منهم. في حاجه كمان، ممكن يتحط عليها لبن جوز هند، بس احنا ما كانش عندنا، وهي فكره طعمها حلو كده، مش لازم لبن جوز هند، بس لو حد عايز يعني يديها زودتي الكوبايه الثالثه انت. فحطوا بقى الثلاثه من البدايه وقلبتي يعني. تاني لا بلاش تحطوا الثلاثه من البدايه، هقول لكم ليه، لان انا الكوبايه بتاعت جوز الهند عندي كبيره، فانا ما اعرفش حجم الكوبايه اللي انت هتحطي. خليكوا 2 في الثالثه بالظبط، خلاص، لحد لما يبقى كريمي كده. بعد كده بقى بصي بقى، بتجيبي القماشه دي، هتشوفي بقى الجوانتي لازمته ايه. بصي بقى كريمي ازاي، شايفه 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 الفن. يا سلام، والله كاني بعمل عمليه جراحيه. تمام، القماشه دي حطيت القماشه في فوق الشفشق. طبعا المصفه مش هتنفع، لان المصفه هتنزل برده القشر كمان، جوز الهند اي حد هيجي يشربها هيشرق، فلازم يبقى حاجه تسحب كل الالياف بتاعه جوز الهند. خلاص، ودي الطريقه اهو، هنفضل نعصر كده بجوز الهند. تمام، لحد لما ينزل الميه بتاعته والحاجات اللي احنا حطيناها كلها. طبعا الجوز الهند اللي موجود في الاسواق بيبقى فيه سكر عشان التجار يكسبوا، لذلك انت هتاخدها بعد ما تاخد الوجبه الكامله، عشان لو فيه سكر طبعا هيروح مع الالياف ديت، والفايبر اللي هيطلع ده خلي بالك ده مهم جدا، ممكن تستخدمه في اي وصفه تانية. المهم ان البيور العصير اللي هيطلع ده اللي هو السوبيا دي، خلي بالكوا جماعه تتاخد بعد الفطار. انا عايز اقول لهم حاجه، الفايبر اللي طلع ده في الطبق اللي هنا هنعمل بيه وصفه، ممكن بيتفرد على ورقه زبده. تمام، ويدخل الفرن يتحمص بيطلع دقيق. على فكره شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم، يا مساء السعاده.